الاحتجاجات الشعبية في محافظة السويداء جنوبي سوريا مستمرة للأسبوع السادس على التوالي وسط تصاعد زخمها وعدم التنازل عن مطالبها في التغيير السلمي الشامل الذي يلبي آمال السوريين. حراك شعبي سلمي يؤكد سكان السويداء أنه السبيل الوحيد للحصول على مطالبهم بحياة حرة كريمة. عزانا الوحيد فيهم هذه الانتفاضة اللي إن شاء الله رح تأخذ حقهم وحق كل المعتقلين وحق كل اللي استشهدوا بهالبلد. ورغم محاولات خنق المحافظة بمحاصرتها اقتصاديا ومنع دخول المواد الغذائية إليها بشكل شبه كامل، يصر المحتجون على مطالبهم بإجراء تغييرات جذرية في نظام الحكم، وخاصة فيما يتعلق بمطلب الحكم اللامركزي وتحقيق الانتقال السياسي وفق قرار الأمم المتحدة 2254. بعد الوضع ماشي الحمل، يعني سوريا صارت مستباحة لكل النصوص والنهابين للدول الداخليين والدوليين والقبليين، بس الناس وصلوا لمرحلة ماش تتحمل أكثر من هيك. يعني هلأ صار السويد صاروا عندهم استعداد لأي شيء ما عدا أنه يرجعوا تحت حكم النظام الحالي. التنديد بتفريط بشار الأسد بثروات سوريا وتقديمها لكل من روسيا وإيران مقابل بقائه في السلطة ما زال حاضرا في كل تجمع في السويداء، في وقت يعاني أبناء المنطقة كباقي السوريين من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية. بدي وجه رسالة لروسيا، بدي هنيها على الاحتلال اللي احتلته لسوريا اللي هو أجمل احتلال بالتاريخ. كلنا بنعرف أنه الاحتلال بس بلد بدها تحتل بلد ثاني بروح لألاف القتلى وبتخسر ملايين الدولارات وبتخسر سلاح. الاحتلال الروسي احتلنا بدون ما يخسر ولا جندي، بدون ما يخسر ولا ليرة، بدون ما يخسر ولا قطعة سلاح. كل شيء قوسوا علينا أخذ مصرياته منا. زيارة الرئيس السوري إلى الصين لدعمه اقتصاديا وسياسيا لم تفت المحتجين الذين أكدوا أن بشار الأسد يخطو نحو تسليم مقدرات ما تبقى من سوريا إلى بكين مقابل تحقيق ما يريده لمصالحه الشخصية. بشار الأسد شو ظل عندك بسوريا لمنك نازل على الصين بعد بدك تبيعها؟ بس خلص ما بعت البلد كلها ما خلت عنا شيء. رحيل بشار الأسد وتطبيق القرار الأممي 2254 وإنهاء الاحتلال التركي لأراضي سورية ووقف التدخلات الخارجية هي أولويات يؤكد المتظاهرون الذين يتوافدون يوميا إلى ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء أنهم لن يحيدوا عنها في طريقهم لبناء سوريا ديمقراطية تعددية لكل السوريين.